السميع العليم إن شاء الله. بسم الحصري. الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. شيخ عبد الباسط. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تجهلون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. البنا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. من شاء الله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. محمد اسماعيل. مصطفى اسماعيل. انا نسيت الآية اللي بعدها. اي آية ثانية. ماشي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. تعرف تقلد الطبلة؟ معرفش أقلده. تقلد حد تاني غير دولك يعني؟ أنا قلدت حاجة. حصل المعلم. حصل المعلم بقى. لا لا اصبر بس اصبر بس قلدت حاجة بس أنت تقول ده مين ده؟ وما وجدنا أكثر من عهد. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. مين ده؟ خلاص بقى عشان ما تزعلوش. لا بجد مين ده؟ اللي منشاوي؟ لا لا مين؟ خلاص عشان ما تزعلوش بقى. طب مين ده؟ عشان ما احرجش نفسي عشان ما احرجش نفسي عشان ما اعرفش اجيبه خلاص. لا بجد مين؟ لا احرج نفسي احرج نفسي. بيجي الساعة 7 الصبح.